قضية كربلاء ليست قضية طائفية، في أن الإمام الحسين الشيعي يقاتل يزيد السني من أجل منصب الرئاسة للتسلط على رقاب المسلمين، ولكن الإمام الحسين يدحض هذه المزاعم المغلوطة بقوله: لم أخرج أشيرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وذلك بعد أن كثر الفساد في المجتمع وانتهك فيه المال العام واستبيحت الدماء، وأرادوا من الحسين بصفته إماما مفترض الطاعة وممثلا للبيت النبوي الشريف أن يستسلم ويقر إقرار العبيد بهذا الواقع المنحرف.